السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتمة على درسنا درس أقسام الكلام وبالتحديد part of speech وبالتحديد ما يتعلق بالاسم the noun. إذن قلنا في الحصة السابقة عرفنا الناون وقلنا أنه ذلك أو تلك الكلمة التي تشير إلى أسماء الناس، الأشياء، الأشياء المحسوسة والمجردة، الحيوانات والأماكن. وأعطينا أو قدمنا أو قمنا بتقديم أو عرض علامات الاسم، كيف يمكن تحديد الاسم characteristics of the noun. اليوم إن شاء الله تعالى سنقوم بدرس آخر يتحدث عن subclasses. Subclasses noun subclasses أقسام الاسم أو أقسام التي يندرج ضمنها الاسم أو الاسم ينقسم إلى أقسام. من بين هذه الأقسام أول قسم وهو ال common and proper noun. Common and proper noun هذا القسم الأول. القسم الثاني سيتعلق بالplural versus singular. ثم القسم الثالث سيتعلق بال feminine versus masculine versus the masculine. ثم القسم الرابع سيعتني بال collective nouns. ثم القسم الخامس سيعتني ب compound nouns. Compound nouns. إذن هذه الأقسام التي أو subclasses of the noun. هذه هي أقسام الاسم. أولها common and proper nouns وسنتعرف عليه في هذه في اللحظات القادمة إن شاء الله تعالى. Common and proper nouns يدخل ضمنها ماذا؟ يدخل ضمنها accountable and uncountable nouns. Countable نقصد بها تلك الأشياء التي يمكن عدها. Countable, for example, pen قلم. Pen هذا من الأسماء التي يمكن عدها. Two pens, three pens, four pens, etc. لكن توجد أسماء أخرى لا يمكن عدها uncountable كمثلا الرز, the rice, the oil, gas وغيرها من الأشياء التي لا يمكن عدها لكن يمكن وزنها أو وزن أو قياس الحجم إلى غير ذلك. أيضا يدخل في common and proper nouns ما يسمى ب abstract and concrete. وهذا قد تكلمنا عن abstract والconcrete. Abstract and the concrete nouns. Abstract قلنا هي تلك الأشياء المجردة التي لا يمكن cannot be perceived by the senses. لا يمكن استيعابها بالحواس الحواس الخمس. كمثلا الأمور الأفكار أو المفاهيم المجردة كالعدل الإحسان الصبر patience وغيرها من هذه الكلمات الحب love hope وغيرها من هذه الكلمات. concrete بخلاف abstract أو في المقابل نجد concrete وهي تلك التي يمكن لك أن تستوعبها بالحواس الخمس. وهذا المجال أو هذا الباب كثير فيه الأشياء كثيرة وفي الأسماء كثيرة. إذن هذه الأقسام plural versus singular, feminine versus masculine, collective nouns والcompound nouns. وسنتطرق إلى هذه الأبواب كل على حدة. الآن سنتكلم عن common والproper noun. Common and proper noun. ماذا نقصد بالcommon and proper? Common نقصد به تلك الأسماء المتداولة
والشائعة المتداولة الشائعة. فالcommon تكون general. الcommon هي أسماء general. common هي أسماء تحدد لي أشياء بشكل عام. تحدد لي الأشياء أو تشير إلى أشياء بشكل عام أو تسمي الأشياء بشكل عام. تسمي الأشياء بشكل عام. كمثلا city مدينة. city مدينة. مدينة هي هذه الكلمة كلمة مدينة city تطلق على أي مدينة. أي مدينة في الكرة الأرضية تسمى مدينة. يطلق عليها اسم مدينة فهو شائع متداول عام. لكن عندما أقول ماراكش أو أقول روما روم روما in French روما أو أقول روم أو أقول مدريد أو أقول مثلا طرابلس أو أقول كيرو أو أقول وغيرها من المدن هنا أنا قمت بماذا؟ قمت بالتخصيص. قمت بعملية التخصيص specific specificity specific أصبح الأمر خاصا. فهنا انتقلت من العام إلى الخاص. من العام إلى ماذا؟ إلى الخاص. من العام إلى الخاص. From the general to the specific. مثال آخر river نهر. river هنالك نيل. النيل نهر النيل. نيل في 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 مصر في دولة مصر. river هنا نهر تطلق بصفة عامة على الأنهار. تطلق بصفة عامة على الأنهار. أما كلمة نيل فهي خاصة بذلك النهر الموجود في مصر. ننتقل إلى كلمة أخرى وهي street. street شارع يطلق على كل الشوارع في العالم لكن بالتخصيص. مثلا نعطي مثال M6 street محمد the sixth محمد the sixth street محمد السادس شارع محمد السادس هنا في مراكش مثلا هو التخصيص للشوارع أو أوكسفورد ستريت أو بروكلين ستريت وغيرها من التخصيصات. إذن company شركة company شركة أي شركة. Sony هي أو سامسونج سوني هذه أسماء لشركات خاصة. هنا تكلمت عن العام هنا خصصت specific general specific. مثلا لو مثلا قلت dog أو dog كلب أنا هنا تكلمت عن جميع الكلاب. لكن عندما أقول مثلا Max فهنا تكلمت عن كلب بعينه وبنفسه. كلب بعينه فأنا خصصت الاسم فقلت ماكس. فلا بد أنني خصصت هنا ذلك ليس أي كلب ولكن كلب ما اسمه ماكس. إذن هنالك قاعدة بسيطة وهو أن هذه الكلمات أن common nouns capitalize only at the beginning of a sentence. تتم capitalized. ما معنى capitalized؟ أي أنني أكتب الحرف الأول من الاسم ماجيسكو بشكل كبير. فمثلا على هذا الشكل city. ويكون هذا الكابيتاليزيشن تكون فقط في بداية الجملة فقط لا غير. بخلاف البروبر ناونز والتي دائما always capitalized دائما ما أكتب هذا الحرف على شكل بشكل أكبر. magical way in a magical way. okay دائما
أكتب سواء في بداية الجملة أو في نهايتها أو في وسط الكلام دائما ما يعرف الproper noun بتكبير الحرف الأول وكتابته بشكل أكبر. قد أعطي أمثلة أخرى مثلا عندما أقول مثلا man هذا أنا هنا تكلمت عن جميع الرجال. man معناها رجل، فأنا تكلمت عن جميع الرجال بصفة عامة، أنا أشير إلى جميع الرجال بصفة عامة. لكن عندما أقول مثلا ماركس أو أقول مثلا هيغو، you know Victor Hugo، أو أقول مثلا ستيف جوبز، هنا أنا قمت بالتخصيص. أو أقول يوسف، يوسف you should capitalize the first letter. مثال آخر عندما أقول مثلا a mountain مثلا، هنا أنا تكلمت عن أو أشرت إلى جبل معين، لست أدري ما هذا الجبل. قد يكون إذا أردت تخصيص فمثلا سأذكر إيفرست، جبل إيفرست هو أعلى قمة في العالم، عندما أقول مثلا planet هنا تكلمت عن كوكب من الكواكب. لكن عندما أقول Jupiter فهنا خصصت specific، خصصت أي كوكب، أنا أقصد كوكب جوبيتر. إذن نكتفي بهذا القدر لنمر إن شاء الله تعالى، سنمسح السبورة لأمر إلى الموضوع الثاني والقسم الآخر وهو ما يتعلق بالسينجلر والبلورال ناونز.